جنابك بالمأتم تفتح الباب ما تمنع أحد من الدخول. لو واحد إجالك من غير الهملة تقول له لا هذا المأتم بس للهملة. لو جاك واحد افرض مثلا آسيوي أو غير قال حب أقعد وياكم تقدر تطرده. حتى لو جاك واحد مو شيعي حران قال أريد أتبرد في المأتم تقول لا هذا بس للي يستمعون. أبدا مأتم الحسين للجميع. لكن ملائكة السماء مو كل واحد يتوفق يحضر. لا عمي هناك يحصلون هالمحظوظون من الملائكة أن يكونوا من رواد المجلس. يلي قاعد ببيتك ولا تقول ها الليلة أروح أسمع لو مالي خلق، ترى الملائكة تتمنى أن تحصل على جواز سفر تهبط به إلى الأرض ليجلسوا في مجلس ذكرت فيه فضائل أهل البيت. شوف خلص المجلس تروحون لبيوتكم بالسلامة، سدوا باب الحسينية، صارت الساعة 10-11، صعدت الملائكة للسماء تستقبلها الملائكة اللي ما قدروا ينزلون. شر رائحة من وين محصلينها؟ قالوا من مجلس الحسين اللي حضرنا بالبحرين اللي قروا بي واللي بتشوا بي. زين نزلوا لنا وياكم توسطوا لنا انتوا حصلتوها احنا ما حصلنا. قال خلاص خلص المجلس شيخ ياسين راح ديرتهم وسدوا باب الحسينية. شوف العبارة اللي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله، يقول فيقولون اهبطوا بنا حتى نتعطر بذلك المكان. الله الله عمي بس فكر فيها الليلة أريدك من ترجع للبيت تقول أنا بالبيت خلاص خلصت الاستماع إن شاء الله إلى دور السبوع. ترى إلى الصبح الملائكة حاضرة تشتم مكان القاعد به، يقول هذا مكان ذكر فيه اسم الحسين، يعني أكو رائحة. شيخنا ليش ما نشم الرائحة؟ حالت بيننا وبينها ذنوبنا ومعاصينا.